خد ما راحش خالص يا محمد. الحملات اللي بنقوم بيها بدأنا يوم الخميس اللي فات ان شاء الله بالحملة في شارع 26 يوليو بالكامل. النهاردة في وجود السيد مساعد اللواء ربيع والمأمور رئيس الأزبكية العميد إيهاب والمباحث والحي نزلنا عشان نطهر شارع ميدان الإسعاف. ميدان الإسعاف بصراحة المنظر زي ما حضرتك شفت كان منظره عامل ازاي والناس كانت عاملة ازاي حواليه. فنزلنا النهاردة معانا الإخوات دي كلها وبنطهر الميدان الإسعاف من كل ما هو فيه. إن شاء الله بإذن الله الحملة دي مستمرة على طول ومش هنسكت لما نفضي ميدان الإسعاف ده والناس كلها. إحنا في أماكن موجودة ليهم هننقلهم فيها، لكن بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده حد عارف يمشي في ميدان الإسعاف؟ وميدان الإسعاف اللي كان قبل كده مش ميدان حضاري دلوقتي بقى بالمنظر ده. فإحنا إن شاء الله بمعاونة الشرطة وبصراحة يعني المساعدة بتاعتها جامدة جدا، اليومين دول بتساعدنا وشغالين الحمد لله، ونقدر نقضي على الحاجات دي بإذن الله في الفترة الجاية. اشتركوا معاهم.